ايه رأي حضرتك في سير العملية الانتخابية الفترة دي او المرحلة دي؟ والله المرحلة دي كلها يعني مأمنة تأمين كامل، والناس مقبلة عليها بشفافية جامدة، وما فيش اي مشاكل، ما فيش اي حاجة، والناخب بيطلع بيعد لبصوته بحرية كاملة، ما فيش اي يعني ضغوط، ما في عليه، ما فيش اي حاجة عليه، ما فيش اي مخالفات طبعا الحمد لله. بس هي طبعا كانت في المرحلة الاولى شديدة جدا، وبعض الناس كده كانت خايفه من موضوع ال 500 جنيه فنزلت، انما المرحله الثانيه طبعا بيقول لك احنا انتخبنا مره فخلاص مش هننتخب الثانيه، وبيسالوا بعض الاعضاء برضو في ال 500 جنيه ماشيه ولا لا، قالوا لهم لا هي كويسه وما فيش ابدا اي حاجه، وفي امان وما فيش ابدا اي شيء، يعني الحمد لله الانتخابات حلوه وما فيش حاجه. يعني انا كنت نازله بسجل عربيه في عين السيره، فبعدي عشان خاطر انتخب كمان، وعايزين البلد تهدى والحاجة ترخص والدنيا تهدى. الحمد لله ماشية في سيرة كويس، بس طبعا أكيد في اختلاف، ان الناس نسبة التصويت قلت. بس أنا من وجهة نظري شخصيا أنه الاختلاف ده جاي من حاجة مهمة قوي، أنه إلى حد ما الناس كانت عينيها على الكتل، يعني الناس عينيها على الأحزاب، يعني بتبص قوي الناس اللي مثلا إيه رايحين لحرية العدالة، رايحين لكذا، هم خلاص حسوا ان هم انتخبوا خلاص بعد ما خلصوا مرحله الاحزاب، مرحله الكتله ومرحله كذا، خلاص هم انتخبوا اللي انتخبوه. المرحله الاولى كانت في يعني زيادات في اللي هم الناخبين، كانت يعني ما شاء الله بقوه شويه، انما النهارده حضرتك في يعني نزول في النسبه، فالحمد لله انتخابات نزيهه. والله الانتخابات السنه دي يعني اللي احنا شفناها حاجه كويسه وممتازه عن النظام السابق اللي هم كان التزوير والفلول والحاجات دي كلها. احنا شايفين النهارده السنه دي الانتخابات كان المرحله الاولى، كل واحد مواطن مصري نزل تقدم ايه عشان يدلو بصوته، لا خايف من الغرامه ولا من حاجه، عشان ايه ننتخب مجلس شعب كويس. واحنا لو انتخبنا مجلس شعب كويس هنقدر نقف على حيلنا بقى، والبلد ان شاء الله يبقى مجلس شورى، وبعدين ننتخب رئيس الجمهوريه والبلد بتاعنا تنتظم وتبقى كويسه وكل حاجه.